هذا الكونتاكت. عيطوا لنا ستوندار 05 30 300 05 30 300. وحنا نعيطوا معاكم على ما بغيتوا، تقادوا الامور، تصلحوا الامور، ترجعوا العلاقات، تنسى الغضب، تشرحوا، تفسروا شنو وقع، وتبينوا على اي حاجه. نعيطوا معاكم على ما بغيتوا قدام ملايين مستمعين مستمعات اذاعه ايتراجو. مصطفى، مصطفى خويا، سلام خويا مامو، مزال اخبارك حبيبي؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ والله الا مزيان الحمد لله خويا. مرحبا مصطفى، بغيتي نعيطوا لبشرى؟ شكون هي بشرى؟ بشرى سنقول لك صديقه ديالي وحبيبتي وكلشي في حياتي. وياك لاباس؟ واش عندك اخويا؟ وقع واحد سوء تفاهم وش نقول لك، كنت ما ناعش وما كنخدم بشي طاكسي في مدينه القنيطره وما ناعش مزيان، وكنسالي مع الجوج ديال العشيه، فهمت اخويا مامو؟ وعيطت لي فهاديك الوقيته ديال الله في ستاسيون كندير مازوط، عيطت لي قالت لي اجي دي البنيه ديالي للبحر، وانا ما تقبلتهاش ومع الناس قلت لها مشغول. دازت واحد 10 دقائق وهي تصوني لي قالت لي من قلت لبنتي انا مشغول صافي، حسب العلاقه سالات ونبداو الحرب. انا ما تقبلتهاش حيت مزوجه وعندها بنيته من الزواج ديال الاول. لا عندها بنيه وليد ولكن توفى لها راجل. الله يرحمه. الله يرحمه. واخا انت صعيب، انت يا خدام خدام، انت عندك طاكسي وما بغيتيش توصلها البنت، قالت لك الحرب تبدا؟ قالت لي الحرب تبدا. وانا ما تقبلتهاش ومع ما ناعش، وكنبدا مع 4 الصباح ووصلت الجوج ما تقبلتهاش، ومشيت عندها حدا الدار وبقيت كنغوت عليها وسبيتها مزيان. واو 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 واو. قدام ولادها؟ لا قدام واحد ولد ختها خويا. واو واو. ومن بعد شنو وقع؟ ومن بعد عيطت لختها وقالت لها اخر مره نشوفك معاه واخر مره نسمع صوته واخر مره نشوفك معاه، صافي من تما بلوكاتني هي وخاتها بلوكاوني ومبقاوش كيبغيو معايا كاع. ولكن ولد ختها باقي كندوي معاه. واش كيقول لك واد ايام انت؟ قال لي عنسى، قالت لي واخا، قال لي واخا وقع اللي وقع ما ترجعوش بعدياتكم وهادي، وانا باغي نطلب منها السماحه حيت هي بنت الناس وقلبها ابيض. الاحترام دقدق، دابا الاحترام تشتت. بزاف. لا واخا. دابا بغيتي تعيط لها مصطفى باش تطلب منها السماحه ولا بغيتي باش ترجع معاها؟ بجوج اخويا ماما. واخا. إلا بغات نطلب معها من السماحة نطلب من السماحة، بغات نرجع نرجع، المهم السماحة هي الأولى أخويا ماما. شحال هادي ما هضرتيش مع مصطفى؟ دابا شي تقريبا 10 أيام بحال هكا ما دويتش معها. القضية باقا سخونة. باقا سخونة أخويا ماما، الله يسهلها لك. أنا عيطوا لبشرى، شرط واحد اللي كاين في الكونتاكت كنعيطوا ليه، كنسولوا واش قبل يهضر مع اللي معيط على قبله. نتمنى على خير مصطفى. الحمد لله كلشي ديال الله. تعيو معنا. ألو. بشرى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشبارك لالا، كلشي بخير؟ صحة لاباس؟ الله يطول عمرك أخويا. معك مومو، عرفتيني؟ لا. أنا منشط في واحد الإذاعة سميتها إذاعة إيت راديو، عندي برنامج الصباح سميتو مومو مورنينغ شو. منشط إذاعة؟ إيه منشط إذاعة، عندي واحد القناة. عندك شنو؟ عندي برنامج. شرفين. إذاعة عندي برنامج. ها؟ هادشي اللي كاين، إذاعة عندي سناك. بشرى أنت إذا عندك سناك سناك هو الإذاعة. بشرى عندنا في واحد الفقرة البرنامج سميتها الكونتاكت، الناس كيعيطوا لبعضياتهم باش كيرجعوا الكونتاكت باش كيتكلموا قدام الجميع. أنت كاين واحد السيد اللي عطانا نيمورو التليفون ديالك هو اللي باغي يهضر معاك قدام الجميع، عندك الحق تهضري معاه وعندك الحق ما تهضريش معاه، أنت اللي كتهزي. أنا كنسولك. ماشي مشكل. شكون السيد؟ ندوزو ليك. مرحبا. مرحبا ندوزو ليك، هضر معاه. بشرى كي داير لاباس عليك؟ ألو. انا فاش قالت لي دوز مرحبا فرحت، قلت زعما غتهضر معاك ساعة قطعت. قلت لك خويا مومو، قلت لك حاقد عليا بزاف وبالاخص دابا وقع يكونوا مع وليداتها ومع خاتها عليها فاش قطعت. ايوا مصطفى المعيور السبان، داكشي اللي قلتيه لانه كنتي عيان، كنتي ستريس، كنتي ما كتحكمش الاعصاب ديالك اخويا. الواحد ما يجاوبش التليفون، الواحد يجل المكالمة، الواحد يدير من جهده باش يتحكم في الاعصاب ديالو، لان التصرفات اللي الواحد ما كيتحكمش في الاعصاب ديالو هما اللي كيديروا المشاكل. ها انت شو دابا انت يا بلاتي، هي تخيل معايا دابا انت مصطفى، هي عيطات عليك باش توصلها بنتها، قلتي لها لا، فاش قلتي لها لا عاود عيطات عليك، فاش تعصبتي ما بقيتيش دخلتي ارتحيتي، لا هزيتي طوموبيلتك الطاكسي ديالك ومشيتي حتى لعندها. بصح اخويا فهمتي، هذيك الساعه ولا عندك الجهد. بصح حتى اخويا مومو، انا اصلا كنت معاها وقضيت انا وياها النهار من قبل، قالت عيطت لي
منعس مع الزوج منعس مشيت عندها وقضيت انا وياها النهار كامل بقينا جالسين وبشينا القهوه الله يحسن اخويا الله يحسن الله يحسن الطاكسي ما سالاش اخويا الله يحسن لوان اخويا الله يعاونكم ومشيو من عاودها عادت على غدا قالت لي دي بنتي وانا ما نعش بزاف وما قالت لي عنه الحرب بحال ما عجبتني فهمتك جاتك شويه قاسحه بحال استغلال اخويا مومو ولا شي حاجه خويا مومو كنشكرك بزاف شكرا لك عزيزه مرحبا اخويا مصطفى شنو بتقول لها دابا قولها داك الشيء كتبغي تقولها قول لها دابا مباشره غاتسمعك خويا مومو شحال نقول لك انا كنبغيها بزاف وكنحماق عليها وما قدرتش ننساها حيت وقفات معايا في واحد الوقيته كنت ما خدامه والو وقفات معايا ديال بصح اخويا مومو واش غنقول لك وهي اصلا اخويا مومو واخا قطعات عليك 100% حدا اختها وهي مومو كتبغيني وكتموت عليا فهمتي هي اخويا دابا مع اختها معمره عليا بزاف وصافي حيت سبيتها ماشي معمره ماشي معمره اختها باغا مصلحه ديال البشرى غنقول لك اخويا مومو حيت ماشي بوصه اللي قالت لختها حيت ولدها اللي قال ليها فهمتي ولدها اللي عاود ليها شنو كان قال لها مصطفى جا عند اختك واشنو بقى تيقول شنو تيقول عليها فاش هي حقدات الامور شويه تعقدات خلي شويه الوقت مصطفى خلي الوقت يدوز الوقت كيداوي اخويا مومو وعلمنا باش مكان مصطفى كون هاني اخويا مومو والله الا نصوني لك بالله ودير في بالك كنطلق لك الطاكسي اخويا وكيطلع يطلع معايا كيسمعك وتيفرح ليك وكتعجب كل شيء قنيطه كامله كتعجبها لا لا يحشمنا اخويا وسلمنا سقيطره اخويا شكرا ليك دير معنا الكونتاكت نجربوا معكم نعيطوا على من ما بغيتوا عيطوا انتم 05 30 300 300 05 30 300 300 هذا الكونتاكت عيطوا علينا ستوندار 05 30 300 300 05 30 300 300 نعيطوا معاكم على من ما بغيتوا على اللي حبيتوا نعيطوا عليه تهضروا معاه ترجعوا مع العلاقه وقع شي مشكل ما تفهمتوش توحشتوه وتترجعوا العلاقه معاه نساو سعد الغضب وتقاد الامور ان شاء الله وتكلموا معاه وتشرحوا ليه وتقنعوه وحنا معاكم انا معاك اخويا عبد العالي انا معاك الله يحفظك خويا مومو الله يكبر بك صح لاباس كلشي بخير الله يحفظك لهلا يخطيك اخويا مومو مرحبا حبيبي عبد العالي بغيت تعيط الوفاء هذه حسيتي كنت معها عامين وثمان شهور وانا وياها وهذا الانسان اخويا مومو يعني انا يعني بغيتها من اعماق قلبي وانا حاليا انا كنعيط وعندي تقريبا 90% انها عارفه ما تسامحنيش ولكن انا عيطت حتى الى ما كتبش الله انها وسامحتني يعني انا عيطت على الاقل باش تكون القصه ديالي عبره لاي واحد عنده من الناس وعايشه معاه وغاديه معاه في الطريق الصواب والطريق الصحيح حتى الى ما قدرتش تسامحني على الاقل تكون هذه قصه واقعيه وقعت ليا وما بغيتش شي واحد اخر يكرر نفس الخطا اللي وقع لي مع هذا الانسان اللي كنبغيها من اعماق قلبي يعني شحال نقول لك هي الاكسجين اللي كنتنفس به والله شنو وقع هذا العالي ما وفاء اللي وقع اخويا مومو هو ان هي كانت غاليه معايا نيشان وانا درت اخطاء بزاف وما كنتش كنعرف القيمه ديال الانسانه في حياتي حتى وقع هذا الخطا الكبير اللي وقع حاليا ومور هذا الخطا وقعين اخطاء يعني في عثمان صلاح كنزيد يعني كان في عثمان بني كنزيد الريب واخا دابا انت هي كتهضر معاك نيشان وانت غادي مع زيكزاك ياك زيكزاكي زيكزاكي ولكن ماشي بالطريقه ديال زيكزاك يعني كنخونها ولا شي حاجه بحال هكا ولكن وقع خطا يعني اي انسان كيوقع في الاخطاء ولكن الخطا ديال اللي وقع لي معها وهو انني انا يعني في الانستغرام يعني قلت ما يدار بالعربيه انسان جالس بالليل ما كيلقى ما يدير كيطلعوا ليه مثلا حسابات ديال هاد البنات وكذا والولاد المهم جاني الفضول قلت يعني كنسميوها حيت الانسان كيكون عنده ريبيرتوار في التليفون الارقام ديالو يعني كيطلعوا ليه مثلا هضرتي مع البنات في انستغرام يعني تصور دوخوك تصور دوخوك دوخوني ماشي تصور ولكن الفضول انا الحاجه الوحيده اللي لقيت عندي في التليفون هو السلام سلام سلام يعني انا مصيفط لهم يعني اللي جابدهم فهمتيني صحيحة. يعني ما كاين لا حبيبه لا كدا لا عطيني مرتك يعني هادشي كله ما كاينش يعني براسها دخلت وشافت ولكن راك تقلب على شي حاجه معناها ديالها بالنسبه لها هي راك قلبتي على شي حاجه كتقلب على شي حاجه اخرى بصح يعني مهما يعني كاين يعني مهما دخلت لذاك يعني مهما دخلت لذاك الطريق الا وراه كاين شي حاجه عتكون من بعد هي تقلق هذا هو علاش وقع المشكل من بعد تلاقيتو ونهار بيناتكم سطاع وتناقشتو وتسرعتي انت وضربتيها واحد النهار يعني بقوت لي يعني بقيت كنطلب السماحه ونطلب السماحه ما عرفتش اخويا كيفاش لقيت راسي ضربتها بطرشه وتغنينا وتما وقع يعني ولات كتخاف مني فهمتيني يعني وقلت لها يعني اي واحد لقيته خارج معاك ندير له نفعل له كذا هذه وهي عارفه الطبع ديالي انني ماشي يعني انسان على لحظه غاضب كيبقى غوات ويقول
يعني كنت انني بصح انني غنضرب هاد الناس ولا يعني كنت بصح انني انا فوضاوي يعني كنت طبقت هاد الشيء هذا يعني فواحد الغضب اي واحد كيقول اي هضره وراك عارف اللي كاين عبد العالي كاين شي حوايج كيتقالوا وكاين شي حوايج ما كيتقالوش بصح كاين خصوصا مع انسان انت كتبغي والسيده اللي كتبغي نتايا واللي كتحبها ما تخرجش تطرشها وما تخرجش تحلف عليها وتهددها ويا خويا ولكن اخويا الشيطان على الله ملي كيحضر الشيطان راه اش نقول لك راه كتعمل بالصيره وفوق هذا الشيء انا يعني ماشي الشيطان هي عارفه كل شيء هي كاين اخويا والله بالله هذه عندك لا مابقاش انا عبد العالي مابقاش نسبيو الشيطان الشيطان كاين الله ينعلو ويخزيه ولكن اخويا الواحد يتحكم في راسه الاعصاب ديالو ما يخليش الشيطان يتحكم فيه وهي ما دارت لك والو هادشي كامل ما دارت ما دارت والو ما دارت لي حتى شي حاجه وهي وقفت معايا من بعد ما شافتك كتهضر مع البنات وما بقاش بغات تبقى معاك اخويا صافي ما بقاش باغا الثقه ما بقاش بيناتكم الاحترام ما بقاش بيناتكم هادشي اللي كاين بصح كاينه ولكن يعني انا بصح انا تبدل بجدري وتبدلت كليا وعندي قناعه في راسي انني انا امشي معاه بواحد الطريق اللي يعني اللي كيمشيو بها يعني الناس اللي كيمشيو بعيد وهذا خطا وقع واستفدت منه بزاف 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 حيت 3 شهور وانا كنتعذب وكنعاني وبزاف د الحوايج يعني انا ما فقدتش الامل وفي نفس الوقت يعني انا متاكد انها ما تسامحنيش فهمتيني انا عارفه قد يعني لا سامحتني راه باش نعيطوا على دابا باش نعيطوا على دابا بغينا نعيطوا باش واخا تكون على الاقل واخا غير اخر فرصه ديال اننا نطلب من الناس السماح امام الجميع وفي نفس الوقت بغيت القصه ديالي الناس يستافدوا منها وما وتكون عبره يعني الناس يردوا بالهم من الاخطاء يعني البسيطه يعني اللي فهمتك من ناحيه برافو عليك اخويا مزيان شكرا لك اللي عيطتي باش تعاود القصه ديالك نعيطوا الوفاء هذا الكونتاكت نعيطوا خاصه تقبل تهضر معك نطلبوا من الله الخير وانا في بلاصه ما نهضرش معك من حقك اخويا ومن حقها والله كتحك معك عبد العالي حيت بصح هاد الانسان هادي اول مره بصح حبيت بصدق وحبيت يعني هو تهلا يعني فيها تهلا في العلاقه ديالك تهلا فيها ايوا وانا انا ما كرهتش شكوك انا ولو تعطيني غير ماشي غير فرصه تعطيني ولو غير جزء من ذاك الفرصه تمنوا. وتعرف بصح بصح هاد عالي ولا واحد اخر فهمتيني واخا نتمناو اخويا لان هو دابا هادي تعلمات كتجربه هادي نتمناو تقبل تهضر معاك غير تسمعك مع الله الو وفاء السلام عليكم شخباك لاله بخير لاباس الحمد لله شكون معايا معك مومو عرفتيني وي كلشي بخير صافا الحمد لله مرحبا انت معنا في الكونتاكت وفاء معنا في البرنامج في الكونتاكت كاين واحد السيد معيطنا ولا عطانا نيمورو التليفون ديالك بهضره ما قدم للجميع قدم الملايين ديال المستمعين والمستمعات اذاعات ايت راديو واش ندوزو لك بلا ما تعرفي شكون ولا نقول لك شكون عند تعزيز هضري معاه مانيش مشكل واخا واخا عارفه شكون عارفه وي ندوزو لك صراحه ما بغيتش نهضر معاه ما كاين حتى شي مشكل دابا انا عيطتك تسقسيك زعما ما كاين مشكل بغيتي تهضري معاه مرحبا ندوزو لك ما بغيتيش تهضري معاه ما ندوزوش لك ما كاين حتى مشكل الكونتاكت هو هذا حنا ما كنلزموش الواحد يهضر مع الواحد حنا كنسقسيو الواحد واش يبغي يهضر مع الاخر قدام الجميع هادشي اللي كاين وما غاديش نقنعك وما غاديش نقول لك راه عاودنا شنو وقع بيناتكم عاودنا صرفقك وعاودنا داكشي اللي دار والمعيور والسبان وتحلف عليك ولا الا تعرفتي على شي واحد هو ندمان 1000% ندمان على هادشي اللي دار وقلت لي انا هادشي ما كيدارش وما كانش خصو يدير داكشي اللي دارو وهادشي ما كيدارش داكشي اللي دار صعيب موراه واحد يهضر معاك ولا يتلاقى معاك ولا يرجع معاك ولا اي حاجه يكون بينك وبينه اي علاقه اي كونتاكت وانا قلت لك اللي غنعيطوا عليها ولا جاوباتنا قلت لي انا ولا ما نهضرش معاك اللي بغيتي انت اوكي ما نقدرش نهضر معاك ما كاين حتى مشكل شكرا وفاء شكرا لك لا لا يخطيك شكرا ماما وفرحت بزاف حيت هضرت معاك باينه فرحتي هضرتي معايا بحال معيتك ماشي مومو عيطك بوعو لا ولكن كاين حتى مشكله وفاء ما اثر عليا وداكشي علاش انا حسيت بك وفاء من واحد الناحيه دابا انت باقا كتبغي هذا السيد هذا ولكن داكشي اللي دار ما كيدارش كاين ولا ما كايناش لا ما شي حاجه ما تسمحش عليها يعني شي حاجه تمشي بالغلط ما يمكنش يعني راه انسان عنده عقل شويه وكيفكر هادشي وعبد العالي راه فاش معيطين كيقول لنا قلنا رانا عارفه ما غاتسامحنيش وعيط واكد واحد الحاجه نقولها لك قال هو هذه قصه ديالو حقيقيه بغى يعاودها عبره الناس المستمعين والمستمعات اذاعات يتخذوا بغاهم يتنفعوا من القصه ديالو هو عارف هذا الغلط وما غاتسمحيش ليه والحياه هي هذه وفاء حياتي هي هذه كدير اخطاء خاصك تحمل المسؤوليه ديالها من بعد بطبيعه الحال وقلنا هو انت غادا مع نيشان وبدا كيزيكزاكي دخول البنات في الانستغرام دخول البنات
هي واقفه هكذا هي دايره بحال هكذا هي مصوره بالجين هي مصوره بالصايع هي ايوا كل واحد واش كيختار يعني حنا الحياه اختيار هادشي اللي كاين الله يسهلك الامور وفاء الله يسهلها يفرحك امين امين يا ربي امين شكرا بزاف ليك مرحبا شكرا درتي معنا يسهل عليه ويسهل على الجميع يا ربي يا ربي امين شكرا لك شكرا عبد العالي وي خويا مومو بعد عجبك الحال سمعتي صوتها شويه ياك الحمد لله بعد ملي سمعت صوتها وحصل لي الشرف انها هضرات وفي نفس الوقت يعني حتى الناس ياخذوا عبره واخا انا ما عجبنيش الحال داخليا وبقى فيا الحال انني خسرت انسانه يعني عظيمه وعظيمه وعظيمه بزاف 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 سلمتي عبد العالي وشكرا لك حيت بغيتي حتى الناس هما يفهموا معاك ويتعلموا معاك هادشي اللي وقع لك انت في حياتك اخويا تعلمتي دابا المره الجايه تحكم العصبيه تعلمت بزاف اخاي ما كملتش داكشي اللي كانت هي بغاتني نمشي معها فيه والخطا كيوقع وكيبقى عرفتي واحد الحاجه ديال القدر عبد العالي بلا ما تحاول تفهم بزاف دابا اللي وقع وقع فاكت غلطتي دابا اللي دار الدرب كيسال العقوبه هادشي اللي كاين واخا عبد العالي شكرا شكرا غزال شكرا لك اخويا شكرا عيطينا الكونتاكت نعيطو معكم على ما بغيتو مرحبا 05 30 300 300 اللي حبيتو نعيطو لي نعيطو لي مباشره قدام الجميع الملايين المستمعين المستمعات وتكون الامور مقاده ان شاء الله ونساو سعد الغضب وتصلح الامور وتقاد الامور عيطوا علينا 05 30 300 300 05 30 300 300 ونبدا نعيطو معكم حنايا على ما بغيتو ونصلحوا الامور باي هشام السلام عليكم. عليكم السلام. خويا مومو صافا. كلشي بخير صحة لاباس. هذا نهارك كبير هذا فاش هضرت معاك. نهار جديد عاوتاني. شكرا بزاف ربي يخليك الله يطول عمرك. هشام بغيت تعيط لعبد الهادي اللي هو الأب ديالك. واك. وي. ياك لاباس. خويا الوالد ديالي توحشتو بزاف دابا شي شهرين ديوم وأنا ما كنهضرش معاه على قبل واحد مشكل أنا وياه حيت كان طلبت منه واحد الحاجة يديرها ليا واحد تقريبا ديوم وهادي. طلبت منه شي فلوس باش يسلفهم ليا عطاهم ليا زعما وهو فاش وقف عليهم تقريبا شي شهر هادي فاش وقف عليهم حتى هو ما كانوش عندهم موجودين طبع عليا بزاف وما بقاش بغى يهضر معايا ما بقاش بغى يجاوبني وكيقول لي انت ماشي ولدي هذا هو المشكل اللي عندي نعم قالك انت باش تولي حيت ما رجعتيش لي فلوس هذا هو المشكل هشام وي خويا كاين شي بلان واحد اخر ما قلتيش حاجه اخرى ماشي على كنت داير شي بروجي اخر على قبل راس المال باش زعما يعاونني في شحال من حاجه عاونني زعما الوالد درت واحد الراس باش نكلبي ونشري شحال من حاجه المهم انا كنعتقد الوالد غلط معاه بزاف بزاف وداكشي قضى لي غرض قضى لي غرض وانتما ما كاينينش نفس الدين هذاك الشيء ما مشيتيش شفتيه لا خويا واخويا شفت غير الساعه سير شوفو سير هضر معايا خويا والام ديالك شنو قالت في الموضوع؟ الام ديالي ديما كتقول لي هضر معاه ربك زعما راه كيرجع كيرجع سعد الغطاب هو راه كيسامح وهكاك ولكن انا ما عنديش جرأة باش ما نهضر معاه وانا توحشتو بزاف بغيت نهضر معاه نسامح ولكن ما كنقدرش نهضر معاه. المده كلها ما مشيتيش انت في طنجه وهما كاين في اكادير ما مشيتيش؟ انا ما مشيتش لا. واخا الخدمه؟ واصلا ما كنمشيش اخويا غير العام العام عاد كنمشي انا للدار. علاش؟ راك عارف. عائلة شراك عارف كيفاش دايره الامور ما شكون جي ما كيكونش عندنا حنا العام العام هو اللي كيكون عندنا والدراري عندي وليدات الله يخليهم ليا الله يسهل الامور اخويا الله يسهل الامور هشام تشجع اخويا باش تكون مشجع تكون ايجابي تكون بخير نعيطو دابا لعمي عبد الهادي وان شاء الله الامور تدوز بخير ولا خير هذاك الشيء اللي هضر معاه بكل صراحه داك الشيء اللي باغي تقول ليه قولوا ليه الله يجازيك بخير شكرا نعيطو للسي عبد الهادي ان شاء الله يكون خير سي عبد الهادي اهلا وسهلا السلام عليكم شخبارك كلشي بخير صحة لاباس بخير لاباس الله يطول عمرك معاك مومو عرفتيني هي هي عرفتو شكون انا مومو سي عبد الهادي رحنا معيط لك في الكونتاكت كاين واحد السيد اللي معيط لينا ولات انا نيمورو التليفون ديالك بغى يهضر معاك قدام الجميع واش دوزو لك بلا ما تعرف شكون ولا نقول لك شكون عاد تعزل واش تهضر معاه لا ماشي مشكل دوز الله يحفظك اسيدي الله يحفظك سي عبد الهادي هضر معاه الله يبارك فيك الله يبارك فيك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تبارك الله. ما عرفتينيش؟ لا خويا. ما عرفتينيش. ولدك ما عرفتيش؟ هشام. واش دابا أنت يا هشام عيط عليا باش تصالح معاه ولا ما عيط لي باش تجربوا واش يعرفوك ما عرفش التليفون؟ ولكن أخويا ما عرفتيش. المهم أنا كنقول لك دابا بابا سمح لي بزاف على أنا عيطت لك باش نتسامح معاك بزاف قدام الجميع المغاربة باش تسمح لي بزاف إلا درت معاك شي حاجة ماشي هذيك وأنا عارف بأن غلطت معاك.
حيت داكشي اللي طلبت مني انا ما وجدتوش ليك. الله يجزيك بخير وسمح ليا بزاف. ايوا شنو نقول لك اولدي، عادي عقلك عندك شيء كنت منا من قدام الجميع، كما انت هضرتي قدام الجميع حتى انا كنهضر قدام الجميع، انا كنت منا منك دير عقلك وماش مشكل، انا مسامحك اولدي وانما دير عقلك، دير عقلك هادشي اللي بغيت لك اولدي. دير عقلك دير عقلك دير عقلك. شكرا سيدي. شكرا خويا مومو مسامح عمي بلادي مسامحه. شكرا المسامحه اخويا المسامح كريم السيدي مسامحه. هشام خويا افرح، اخويا افرح انت عيد سليم. شكرا بلادي غزال بلادي ما رداش فوجك. شكرا بزاف امو الله يخلي لك. شكرا بزاف الله يدوم المحبه خويا. اسمح لي شكرا بزاف، احنا كنتصمتوا لكم كاملين على حاتم لامياء تاهي. شكرا خويا سوالا عيلة. شكرا بزاف خويا. شكرا بزاف. شكرا المصالحة والمسامحة في الكونتاكت على إذاعة إيت راديو. ياي ياي شحال كنفرح باش اللي كنعيطوا ليه كيتقبل أنه المكالمة وكيتصالح مع اللي معيط على قبله، صافي بليزيغ. 05 30 300 300 والكونتاكت في مومو مورنينغ شو على إذاعة إيت راديو. وبغيتو تكلموا وبغيتو تعاودوا ترجعوا العلاقه ممكن 05 30 300 300 عيطوا للستوندار اذاعات يتخدو 05 30 300 300 شرحوا لنا شنو الواقع ونعيطوا معكم. سلمى شخبارك؟ صافا الحمد لله مومو. مرحبا كلشي بخير الحمد لله وانت؟ الله يبارك فيك صافا الحمد لله كلشي بخير. كلشي بخير. بغيتي تعيطي لخالي اللي هو خوك؟ اييه خويا. علاش دابا اونفيت كان عندي واحد المشكل انا وياه، اونفيت ماشي مشكل غير شي حاجه صغيره حتى كبرات باغ لا سويت. هذا هو خويا الكبير اللي كنحترمو بزاف وعزيز عليا. اونفيت المشكل هو ان هاد خويا عنده واحد اون بوتيت فيرم ياك. هو ملي كان صغير كان بلي بالحمام ايتو وهاد اونفيت دابا صافي انا باش تخافنا، وهذيك الوقيته اللي تخافنا فيها انا كنت اونفيت وكانت وقيته البرد. دوكو هو داك لو تراجي ديال باش يمشي حتى لديك لا بوتيت فيرم ويعطي الحمام ياكلو ايتو كان برد شي شويه. عيط لي في التليفون قال لي سلمى اونفيت وانايا في الكوراج اللي كيسافر بزاف عطاني ماما ان كوان في الدار اللي كيطلع على واحد لا تيراس ياك اللي كندوز معاها الوقت تما فاش ما كيكونش راجل. واخا داكوغ الوغ عيط ليا قال لي سلمى شوفي هذيك لا تيراس اللي كطل على داك البلاصه راني غادي نجيب الحمام ديالي نديرو فيها اون اتوندون يفوت البرد باسكو هنا داك لو تراجي وهذا كان عندي وكان عندي شويه الخدمه في هذيك الوقيته قال لي غادي نجيبو نحطو انا عندي وليداتي ياك. الوغ جو بو با زعما الحمام والوليدات وهذا راه ليه غير راك عارف. قلت له نو قلت له انا ما يمكنش قلت له خالتي دابا مع الدراري صغار ايتو كاين تما قريب وهذا قلت له زعما ما ياكي با داكوغ. ما عجبوش الحال كبر الموضوع طلعنا النيفو تخاف معايا الوغ كو هاد خويا هذا كنحترمو بزاف وعزيز عليا. ما عمرني وصلت انا ويا هاد النيفو هادو هذا وكتعرف انا كنت ديك الساعه اونستانت ومهم كتعرف المراه اونستانت لي فورمون مخربين هذا لي با بو كونترولي وهذا وصلت انا ويا واحد النيفو هذا صافي قال لي وصل معايا قال لي شوشي هزتي حتى داك الكوان اللي عطيك ماما باش اللي كتجي تدوزي فيه الوقت فاش ما هذا ما كيكونش راجلك انا غنهضر معاه حتى هو ما غاديش زعما ما غتبقيش انستالي شي. واو صافي دبر راسك مهم وصلنا نيفو واعر. عيط لماما ماما قالت له نو هي اللي تبقى داكور قالت لي ميمكنش ليا انايا هي قالت ما قالت لك حتى شي عيب وان بليس قالت لي خاصك دير بحساب بلا راها راها لي اونسين زعما راهي وعرفتيها فوالا وعرفتيها هي بلا راك عزيز عليها وكتحضر زعما عندي واحد اون غولاسيون عندي اون فيت عندي جوج خوتي اخرين مي هاد خويا خالي عندي اون غولاسيون معاه زعما فهمتي ما غاديش ما كاينش كيفاش غنوصفها لك داكور. عيط لماما ماما قالت له زعما نو با كيستيون هو كان كيتسنى من ماما تقول له ايوا صافي واخا نقولوا لها ما باقيش فهمتي وانت تجيب الحمام هذا وما ما لقاش هذيك لا ريبونس. الو ما فاش قالت له ماما هكا قالت حتى ماما تخاف معها قال لها واخا بحال قلتي انا صغير منه وماما ما دارتلوش داكشي اللي بغا حتى ماما باش كيهضر معايا صافي انا دابا لا انا لا ماما ما كيهضرش معايا وما اسيي باش نعيطو ليه لا انا ولا ماما الوغ كو هو خاص معاكم بجوج ما كيجا بجوج دابا صافي انا ما كيهضر معايا لا انا لا ماما. انتما سبب الخصام سبب الخصام ديالكم هو علامة السلام علامة السلام الحمام علامة السلام هي سبب الخصام. اه
شي حاجه اللي فهمتي فريان جوتو ما بقاش كيهضر مع ماما حتى هي وعلاش ما درش داكشي اللي قالها زعما انا غوات وهذا وقالت لي قال لها زعما كون غير ما رياجاتش بحال هكاك نقدر صباس فهمتي بحال كلشي حتى هو تصدم مع ماما على والو هادشي على والو لا حتى شي حاجه هذه عام ما تهضرتوش لا ما كنهضروش كنصوني له ما كيجاوبنيش واحد الشيء على التليفون ديالي بلوكاه ماما حتى هي ما كيجاوبهاش فاش كنسولو فيه عند المراه ديالو كنعيطو لها كنسولها كيفاش داير لاباس عليه هذا صافي هاد لا عيد صغير لا عيد كبير لا رمضان اون فيت رمضان ابخي رمضان فاش درت انا ليه انيشياتيف وعيطت ليه ما كيجاوبنيش صيفط له ميساج en réponse صافي بقيت باغ لا سويت كان مره كنت هو ما جا ما سقسى ما سول ما والو والو غنجوش واو او دابا استيرون يبغي يهضر معايا ماشي قولوا له كيف كانت لا فامي ولا جوستي با ماشي استيرون يهضر معايا واش هو الكاركتر ديالو قاصح بحال هكذا ديغنييرمون ولا شويه معصب ما بقاش كيكا والله حسلاون انا كنت كنهز له فهمتي كنت كندير هكا وهكا مي وجهني في ديك لا بيريود انا جيت انستانت الله راك عارف ما صبرتش شوف مره حامله كبرنا تقدر تقول اي حاجه بدون مشاعر تقدر تقول بزاف حوايج الله يحسلاون هو ان فيت جو بونس با يكون فاهم هادشي ديال المراه حامله ايتو ولكن هو عام شويه طويل عام ما كتهضروش وما كيهضرش مع ماما حتى ماما كتهضر كيهضرش معاها والو ماما حتى هي ما كيهضرش معاها مي مراته كنهضروا معاها كتجبد معاه الموضوع كتقول له هذا وحشومه وماماك زعما امه هضري مع ماماك خصك كذا وقع هذاك مالونتوندو زعما حتى الغلاظ فيه تقدروا تهضروا لها باش نسمع تقول لها نو ما سولتش زعما هو كيتسنى ماما تجي عندو للدار ولا هذا الوغ كو ماما كتعيط لك في التليفون جاوبها امه هذا وخلاص شويه ترجع لها الغلاسيون كي كانت تجي عندك تجي عندها وخا سلمى نعيطوا لخالد نعيطوا لخالد يكون خالد ان شاء الله نعيطوا ليه شرط واحد ولا اللي غادي اللي كنعيطوا له خاص نسولو واش قبل يهضر مع اللي ما يهضر قبلو الا بغى يعرف شكون كنقول ليه شكون نعيطوا لخليل يكون خير ان شاء الله خليل السلام عليكم خليل شخبارك شكون معاك مومو عرفتيني مومو اييه مومو ها تفكرني اخويا انا يا منشط واحد الاذاعات بدا اذاعات يتخادو عندي برنامج الصباح سميتو مومو مورنينغ شو اييه كلشي بخير فما لا الحمد لله الله يحفظك اسيدي خليل حنا معيطين لك في الكونتاكت كاين واحد الفقره في البرنامج تاع الكونتاكت معيطه لك حيت كاين واحد السيده اللي عطاتها النيمورو ديال التليفون ديالك باش ما قدام الجميع قدام الملايين ديال المستمعين والمستمعات اذاعات ايتراديو واش ندوز لك بلا ما تعرف شكون ولا نقول لك شكون عاد تختار واش تهضر معاه ولا لا لا ما بغيتش ندوي انا مع شي حد كاع لا سمح لي ما كاين حتى مشكل عندك الحق تهضر وما تهضرش ما كاين حتى مشكل لا سمح لي ما كاين حتى مشكل اخويا بالنسبه لنا حنا شكرا خليل بسلام عليك سلام الله قطع ولا مازال قطع سلمى انا خلعني والله لا خلعني بالله ايوا ايوا شنو نقول لك انا درت لي عليا و خليه تيبرد اكثر من هكا بالي مازال صعيبه بزاف ما بغاش يعرف ما بغاش والو كاع ايوا واش درت لي شي حاجه قبل واش وقعت شي حاجه قبل واش دير لا 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 هادشي اللي عاودت لك هادشي اللي عاودت لك هو اللي كان الحمام الحمام با بلوس هو ملي كان صغير كان بلي بالحمام وفهمتي وجاتو بحال قال ماما واش انا عرفتيني زعما نزير دابا بالخدمه وهذا وخاصني ضروري نجيبهم نحطهم تما عاودتينا فوالا انت درتي عليك داكشي اللي كنتي باغي تقولي ليه قولي ليه دابا مباشره غادي يسمع قولي ليه ايوا انا خويا عيط لك نرجعوا العلاقه كيف كانت انت عارفني انا كيفاش دايره كيفاش كنت كنحترمك وكيفاش انت عزيز عليا وما زعما ما مني غلطت في حقك انت في عبا خفوا كتغلط وكنصبر لك كنت ذاك لا بيريود حامله ما جي با كونترول حتى انا ايوا اسبيرون ان شاء الله تكون كتسمعني وترجع تهضر مع ماما وتهضر معايا حتى انا ونرجعوا لها الله يسامح الله يسامح ان شاء الله عام بزاف عام بزاف بزاف الله يسهل الامور سمع علمينا باش بقى حنا نعيطوا نسقسوا فيك ان شاء الله الله يسهل الامور شكرا لك شكرا درتي عليك انت راك شكرا مومو شكرا
شكرا بزاف وكنشكركم بعدا درتو معايا نتوما هاد لو هذا مرحبا الله ان شاء الله من مورا هاد لابيلي لا سمعني ان شاء الله ان شاء الله يحموش شويه ان شاء الله بحول الله ان شاء الله دير معنا الكونتاكت نتوما 05 30 300 05 30 300